في عندي حجر كانوا يحطوا فيه زيت زيتون وفتيل ويشعلوه، فكانت الناس نعم يظنوا انه الحجر في قدرة على الشفاء. فاجوا لعندي شيخ مر على ظهري في معي نعم انا ديسك، مر لي الحجر على ظهري، لك اخي والله ما بيساوي شيء الحجر، يا ريت يشفي، والله لنزلوا بكرة من الصبح على مشفى المواساة، كرجوا عضار العالم بعتهم على البيت، شو ما بنحب الخير ليش نحنا؟ شيخ انت شو خسران؟ كرجوا عضاري، كرجوا عضاري بوقف هيك، والله يمكن طبت شيخ. لك شلون طبت؟ اي نعم، ما هي حالة نفسية افتكر حاله طاب. فسبحان الله اي نعم يعني الناس حتى كانوا يجوا الناس يربطوا خيطان عندي خص خشب يعني صاير فيه اي نعم فتحات فتحات يربطوا خيطان فيه. فأنا سمعت مرة من الشيخ محمود بعيون الرنكوسي رحمه الله تعالى قال له للشيخ بدر الدين الحسني، قال له سيدي عم يجوا ناس عم يربطوا خيطان عنا بالجامع. قال له لسه في منهم هدول يا ولدي؟ لسه في ناس من هي التقوى هالدين؟ هلا هدول ضايعين ما عرفانين شرع الله سبحانه وتعالى. هي هون بقى مهمتنا نحن، بقى مهمتنا انه ندل هالناس على الله دلاله صحيحه. هلا هدول بيحبوا الله والرسول بس مو عرفانين كيف بده ايش يرضوا الله وكيف بدهم يعبدوا الله. هون بيجي بقى عملنا نحن. امبارح كنت بمدرسه شرعيه فكنت عم اقول لهم يعني هلا انتم ان شاء الله بس تكبروا بدكم تقودوا الامه، يعني هلا مثلا الجامع اقوى من الجامعه، الجامع بندرس للتطبيق، بالجامعه بيدرس مشان ياخذ شهاده. فكانوا يمشوا معي انا طلاب شريعه معهم لصنصات شريعه، اذا في القاء كلمه في اي نعم عقد قران في شغلي قدموني الي. ليش؟ لانه درسنا للتطبيق نحن ما درسنا للشهاده. فكنت اقول للطلاب يعني لا انت طالب شريعه اذا ما بتقرا مع المشايخ ما بتستفيد شيء، المشايخ هي ادلتك هي اي نعم اللي بيدلوك على الله سبحانه وتعالى. بس طبعا مشايخ بدها تكون اي نعم يعني الها باع بالعلم، الها باع اي نعم بالدعوه، يعني ما بدنا مشايخ حكواتيه اي نعم، لا بدي شيخ يفتح كتاب وانا افتح كتاب ونقعد ندرس. على هاي المحاضره هيك شو بيجي على بالي عم احكي؟ انه ما في كتاب من ضبطين اي نعم فيه عم نذكر شو مثلا الاحكام. فقاعدين هلا اي نعم سهرانين مع بعضنا عم نحكي اي نعم شو اي نعم صار معنا بالدنيا والاحوال. سبحان الله مره كنت نازل من درعا على الاستراد نازل اي نعم عالشام ولا وقفنا مكرو وقفنا والله اجى كرسي ورا الشيخ ورا الشوفير وهذا مكرو يعني مكرو خاص. شو قال له؟ سال الشيخ قال له ما بدي. لك سال الشيخ قال له ما بدي ما بحب المشايخ. ايوه لك ساله طلعنا وطلعنا معه. قال لي شيخ العمل تحيش راح يسبني ها خير ان شاء الله. قال لي بنتي انا خطبت لواحد كتبنا له كتاب براني ولا عاد اتصل فيها ولا هديه ولا اي شيء، ولو بيطلع يمكن شيء 8 اشهر 9 اشهر. فهلا متقدم لواحد رح يكتب كتاب محكمه عليها، بصح الكلام هذا؟ لا ما بصح، كتاب براني معناتها من زوجي. ما لقيته الا كسر على اليمين ضرب فرام. يا حبيبي تعالي ما احلى ينزلني بانصاص الليالي. قال لك عم والله يرضى عليك، والله ما انا حطيت الشرع، اللي حط الشرع الله سبحانه وتعالى. نحن بس مهمتنا نبين للناس شرع الله، بس اللي حرم وحلل رب العالمين مو نحن. اي نعم. قال لي ما قلنا لك اخي خلص الله يرضى عليك يعني بنحلل لك اياها ان شاء الله. اي والله دلني على اللي بيت احمى بنته وكذا ما زبطت ما مشي الحال. اي نعم ما ردوا علينا. فهي الشريعه سبحان الله. يوم الله سبحانه وتعالى اكرمني بالتوبه والهدايه ومشيت بهالطريق يعني ما كنت اعرف انه هو الطريق الحقيقي، فضعت اول شيء مع الناس اي نعم، بعدين لحتى التقيت بسيدنا الشيخ صالح قال لي يا ولدي ما افلح من افلح الا بصحبه من افلح. لا مره كان في مولد بحاره جديده قدموا الدكتور توفيق ابن الدكتور سعيد رمضان البوطي يلقي كلمه. طبعا هو شيخنا وابن شيخنا راح القى كلمه عن المعصيه والتوبه. بعد منه قدموني انا، قلت له هذا شو بيعرفه بالمعصيه والتوبه؟ هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابوه الدكتور سعيد جده ملا رمضان، شاب نشا في طاعه الله، انا بحاكيكم عن المعصيه والتوبه ولا ينبئك مثل خبير. انا اللي عشت فيها، انا خطيب حطوني بجامع الحنابله، جامع الحنابله حارتي كل الناس بيعرفوني. فاول درس اعطيته بعد صلاه الجمعه قلنا لهم يعني يا الله انا ما تمنيت يحطوني بجامع الحنابله، لانه هلا كل الناس بس يطلعوا من الجامع تا 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 شايف هذا الشيء؟
هلا بس يروح بحكي لك عليه. ايوه ف يعني بدنا نكسب استغابة الناس. يوم الله سبحانه وتعالى اكرمني بالهداية والتوبة، اي نعم، ويعني وسبحان الله هو اللي اعطى. فجل جلال الله، كنت نايم رأيت فيما يرى النايم أني يساق إلى جهنم بالسلاسل بالجنازير، فجنازير بإيدي وحلقه وبرقبتي وبخصري وبرجلي، وكنت أبكي. وفعلا أنه كان يعني خوف شديد، كأنه فعلا أنه أساق إلى جهنم مو رؤيا. فكنت أقول له يا ربي دخيلك، يا ربي إذا بتطالعني ما عاد أعمل شيء، يا رب إذا بطلع من هون يوم القيامة إذا ما بتوب ما بيحق لي لك ربي أرجعون، يا ربي طالعني، يا ربي دخيلك يا ربي. وأبكي، فقت لقيت حالي بالفرشة، بلشت نطوت بالفرشة، روقت، غيرت أوعية، دوشت، نزلت على الجامع، على جامع الحنابلة، بطلوا يصلوا. قال خير، شو جاي تساوي؟ قال والله جاي أصلي. قال إمتى كنتوا تصلوا أنتوا؟ نحن 13 شاب أخ ولاد عم، أنا كنت الآدمي فيهم، أنا اللي ضايع حقي، فتصور البقية شو كانوا. اي والله، قالوا لي اذا جاي تسرق صباط هي التشتوش عنا ببيع احذيه، زي الخوذ صباط ما عنده احنا بندفع حقه، بس حل عنا بدنا نصلي. كعمي والله جاي صلي. ايه وقفوني، والله وقفوا حوالي ناس مشان خافوا اغدر بالامام، يعني كون شربان لي شيء شغله يضرب الامام. والله وقفت. اي نعم، كبروا العالم، صرت طلع عليهم شلون عم بيكبروا، واحد كبر من هون واحد كبر من هون، ليش هيك؟ بعدين وقف واحد حط ايديه هون، واحد اتكتف لا اله الا الله، واحد رجليه هيك، واحد رجليه هيك، واحد رجليه هيك. لك ليش هيك عم يساووا هدول؟ جينا على التشهد، لما عدنا بالتشهد واحد رفع اصبعته ما عاد نزلها، واحد رفعها ونزلها، واحد صار يحركها هيك. لك تعال يبطش فيهم هلا. لك ليش هيك بالجامع كل واحد شكل؟ ما بعرف. اي نعم، فبدات بالصلاه وخبصت الدنيا. مرة تشاجرت أنا واحد، أنا خباز كنت أشتري الخباز، تشاجرت أنا واحد ضربته بالمنشار روحت له رجله، فصار يبكي هو شاب والله. بعدين ذكرت أنه الشيخ أحمد قتابي أبو حامد من معهد فتح الإسلامي قال يا ولدي كل إنسان صار بيننا وبينه موقف نوقف بين إيدين الله سبحانه وتعالى نحن وياه. قلت لحالي والله معناتها الزلمة بدي اشتكي عليه لله سبحانه وتعالى. رحت جبت له قية سودانية بصلة خضراء ورشيت له عليها ملح وينعم وبهارات و نالو خود كول وسامحني. قال ما بسامحك يا رجل، قال ما بسامحك. فكنت بأثناء دخين رحت طلعت من جيبتي اي نعم سيكار كليوباترا كوبي شيء فاخر، ونالو خود اشربوا سامحني. قال ما بسامحك. وغير بديل، قال ما بسامحك. من صالحك سامحني تلو، قال ما بسامحك. رحت فرد اوعي طلعت سكينة طولة، قلت نافضه ضرب جايب اجله، بده يشتكي يشتكي فرد مرة. والله رقدوا تلاميذ سيدنا الشيخ صالح حملوني واخذوني لعنده. اثناء قال يا ولدي ما افلح من افلح الا بصحبتي من افلح. شوف الناس الفالحين وامشي معهم، اذا بتتم لحالك رح تخبص الدنيا لحالك. وبدات اي نعم سبحان الله اي نعم بالمشي مع المشايخ، قرات على الشيخ حسين صعبيه ما يقرب من 9 سنوات، قرات على الشيخ حسان الهندي شي 10 سنوات. ما خليت اي نعم اصول فقه، ما خليت لغه عربيه، ما خليت توحيد، ما خليت فقه. اي نعم قرات عندهم خلال 19 سنه علوم كثيره. وبعدين اي نعم خرجت بقى للقرى مشان اني اعلم. وكنت احلم اني اكون مؤذن، قول بس كون مؤذن اكثر من هيك حلمي ما 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 طلع اكثر من هيك. صرت مؤذن، صرت امام جامع، صرت خطيب جمعه، وألفت كتب شرعية، أحد كتبي يدرس في الأزهر. فسبحان الله إيه نعم، يعني شوية صدق مع الله سبحانه وتعالى بنقلك نقلة نوعية كبيرة، بس صدق مع الله شوي يا سلام بتلاقي الدنيا كلها اختلفت معك. هلأ بحط على راسي عن خدي بنام مباشرة. مرة كنت خطيب جمعة بقرية من القرى، فقال لي إيه نعم أحد المصلين كنت بايت عنده، قال لي شيخ بدك تقعد لحالك هلأ، أنا ربع ساعة بكون غفلت. ربع ساعة يا زلمة؟ قلت له انا اول ما احط راسي على مخدي بغفل مباشره، لهلا بس احط راسي على مخدي بغفل. اي نعم، ما لي اذي حدا ولا لي متعدي على حدا ولا لي اكل مال حدا ولا حدا له معي مصاري ولا لي مصاري مع حدا. بهالمرض هذا اللي صابني احد المسؤولين اتصل فيني، مرحبا شيخ، قلت له اهلين. قال لي انا فلان. قال له اهلا وسهلا.
قال لي شيخ قديش عم تكلفك المعالجة؟ المعالجة بتكلف جرعة الكيماوي حق 150,000 ما بدفع أنا ولا فرنك. قال لي قديش مكلفتك؟ قلت له والله ولا فرنك ما بحط. قال لي عليك دين؟ قلت له لا. قال لي عاوز شيء؟ قلت له لا. قال لي إذا اعتزل شيء دي؟ قال لي شو بدي اعتاز منك؟ الله موجود شو بدي اعتاز؟ مرة كنت بريف دمشق إجا واحد قال لي شيخ أنا قرايبي فلان فلان متبين يعني إيه نعم يعني بالدولة شغلة كبيرة. قال لي قرايبي فلان أنا راي لعنده على البيت بدك شيء منه؟ أنا راي على بيته. قلت أنا راي على بيت الله بدك شيء من الله؟ أنا مدعوم أكثر منك. أنا موقف إيه نعم على السجادة الصلاة إيه نعم موقف بين إيدين الله سبحانه وتعالى وبصلي بعرف إنه رب العالمين سبحانه وتعالى ما بيقولنا مع السلامة لا أنا ولا غيري. بس هي مشكلة الناس إنه يعني إيش بعيدة شوي. ما أنت قرب شوي قرب شوي من ربك إيه نعم ربك سبحانه وتعالى قريب منك. الناس سبحان الله بيصيبها بيقول لك يعني بيجوا شيخ ادعي لنا. شو بدي ادعي لك؟ لك ادعي لحالك. بيجي واحد شيخ بتبيت استخارة لك شو بدي اقول له بالاستخارة؟ قال له يا ربي فلان بدي يتزوج. قال لي أنت شو لك علاقة؟ شو دخلك؟ ما هو يستخير هو يقول يا رب بدي يتزوج مشان قال له شو يعمل؟ أما أنت مين فوتك واسطة؟ إيه شيخ بيت لنا استخارة مشان الله إيه شيخ معيتك يعني إيه ايه يعني. وسبحان الله يعني مره واحد نعم بعت طلاق لزوجته وكاتبها على الورقه انه زوجته طالق. فاجا ابوه للشاب عزمني على الغداء اي نعم سوانا اي نعم اكلف ذبيحه ومليحي وكبي وسمن عربي واهلين بالشيخ ناله الله تاريخ مشان فتره الطلاق. اي والله لسه ما حطيت ايدي باللقم بدي اكل. قال لي شيخ والله ابني طلق بنتي طلق كنتي بعت لها رساله. انا باثناء كنت فقيه حنفي مالي مطلع على مذهب الشافعي كما يجي ترى مذهب الشافعي الكتابه الطلاق في قول عندهم ما بقع. عند ابو حنيفه القلم احد اللسانين الكتشي اللي كتبه وقع. فقلت له والله طلقت نعم يعني كنت طلقت. قال لي ما سمعت الطلاق؟ قلت له من ساعة ما ابنه كتب على الورقة انه فلاني طالق طلقت. اي نعم وما بدك تغديني لو ممشي يعني شو اعمل لها؟ اي نعم يا ريتني كنت مطلع على قول الامام الشافعي. الامام الشافعي شيخ الدنيا يعني ليش ما نقلد الامام الشافعي؟ منقلد. فسبحان الله اي نعم يعني الانسان يعني عم يتعبد على مذهب الا بالحج. اي نعم حتى الشافعي بيطوف على مذهب ابو حنيفة لأنه لمس النساء عنا ما ينقض الوضوء. وإذا إنسان لمس إيه نعم قصدا مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فمرة إيه نعم سيدنا الشيخ محمد سكر رحمه الله تعالى حب يطوف على مذهب الإمام الشافعي. هو شافعي المذهب وكانوا مشايخنا يقولوا إذا أردت أن تسمع القرآن كما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاسمعه من فم الشيخ محمد سكر. فكان عم يطوف حول الكعبة حط ايديه تحت لوطه وطلع بالأرض وبدأ يطوف حول الكعبة 6 أشواط بده يعدي بالشوط السابع اجت حرمة مصرية يسعد اللحية آكله وعانقت الشيخ وباسته وطار الطواف وطار الشيخ وطار العمرة وطارت الدنيا كلها. من كم يوم كنت قاعد أنا وأحد المشايخ بمطعم فاتت امرأة اي نعم تنتين نساء مزوحية يعني قالت لي الشيخ فتحي صافي؟ قلت له نعم. قالت لي محاها ما بتحكي مع نساء؟ قلت له مو لهالدرجة. قالت لي معلش إذا ببوسك؟ قلت له مو لهالدرجة مو هيك. ضحكت المطعم كله. طيب امرأة عم تنكيت ما ضروري أنا فز إلا يا فاسقة يا فاجرة عليك من الله ما تستحقين. يا أخي أي نعم يعني شعبنا اليوم وصلنا لمرحلة الناس عايشة بضغط نفسي كبير. فإذا كان نكتت لنكتي ضحكت لضحكي اي نعم نضحك معها لا هي باستني ولا هي اي نعم لمستني ولا شيء. فالإنسان سبحان الله يعني بده يكون لطيف. إن كنت آمرا بمعروف فليكن أمرك بمعروف. هلا عنا الحي عنا فوق ما خلص الآن قديش وينه ما خلص الآن طيب الله يكرمكم. فعنا بالحارة فوق الفقر شو بيمشي بركابه؟ المخدرات والدعارة والسلب والنهب والسرقة. فبتلاقي معظم الشباب بيموتوا عنا بجرعة زائدة بياخد حبة مخدرات بيسلطن فيها بزهزة بيضرب إبرة بيروح فيها.
اي نعم. فسبحان الله بتلاقي بمرق بالشارع بيسلموا علي، شيخنا شيخنا انا شيخنا اي نعم حبيبنا، بمرق اذا مو دار باله بطرقوا طياره على راسه اي نعم، بيلتفت علي اهلين بسيدنا اي نعم، او بيقول لي ادعي لنا، بقول والله ياخذك بيروي، والله ما قال له الله يهديك، بيقول لي شيخ زعلان مني شيء؟ متعود اني ادي عليه، متعود اني اي نعم بهدله، متعود. فسبحان الله يعني اخذين لمحه عايش في عنا مشايخ بالحي، وانما ايش يعني جد، والجد ما بيمشي مع الناس. الجد سبحان الله بتلاقي يعني يعني كثير ناس بيقولوا لي شيخ والله احنا ما بنسمع للمشايخ. انا حتى اولادي ما بيحبوا المشايخ، شلون حابيني والله ما بعرف. فيوم بيطلعوا مشايخ لعنا لفوق ما بتلاقي لابني ضبب اغراضه وحمل حاله من زين راح. ايه بيقول لي يابا يعني كلامهم ثقيل هيك ونصائحهم يعني غليظه بتجي وكذا. يعني ليش ما نكون نعم سبحان الله يعني سهلين مع الناس، طيبين مع الناس. يعني انت بدك هالزلمه يصلي، طيب يا اخي بكلمتين حلوين فهموا ياهو، اما غير ما اجي اقول له اي نعم تارك الصلاه، اي نعم من ترك صلاه كذا، اي نعم والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. في كثير ناس ما بتصلي، يعني تكفروا طالعوا من المله. الا عند الامام احمد روايه انه كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. عند الامام الشافعي مسلم عاصي يقتل حدا، لكن يغسل ويكفر ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. عند الامام ابو حنيفه تارك الصلاه مسلم عاصي. اي نعم. ليش؟ لانه اذا ترك كسل. لا كثير ناس يقول له ما تصلي شو بيقول لك الله يهدينا. يعني معترف بالصلاه ومعترف بتقصيره. فما بنجي بنقول له اي نعم فاسق منافق كذا، اي نعم هرب ما عاد بده ايانا ولا عاد بده يسمعنا. كان يجي رجل يقعد عندي بالجامع عمره شي 65 سنه. مسكين لحس عقله المخدرات والخمر. يجي يقعد عندي بالجامع. ما بيصلي. انا عندي بجامع في مطبخ، فبيفوت بيساوي شاي بيقعد بعد درجات برا الشام قدام منه هي بيقعد بيشرب شاي كذا شي سنه. بعدين نالو حج ما بدك تصلي؟ قال لي والله ما بعرف صلي. نالو بعلمك؟ قال لي مو محرزي. لك يا رجل الصلحه بلمحه، تعال. اخذته والله فتنا لجوا نالو رح نصلي عن دود. اي نعم مو صلاه حقيقيه، تمثيل. يلا توضى لشوف مثل حكايتي، توضى وقفنا بالصلاة صلينا صلاة العصر. اي أيوة والله عند المغرب توضى وصلى، بس ما عاد مخه ما بيجمع. يصلي الظهر 20 ركعة 25 ركعة، يصلي العصر ركعة، شبع من ركعة واحدة. قالوا الناس مين قال لك هيك تصلي؟ قالوا شيخي الشيخ فتحي صافي. قالوا خلص طالما الشيخ فتحي شيخك استفيد منك كله. بيوم الايام انا نازل بسيارتي ولا صاحب موس كباس هو بايده اليمين وقنينة الخمر بايده اليسار وعم يسب الرايح والجاي. اي والله الناس قال شيخ لا تنزل لا تنزل، ليش؟ تلو قال فلان عم يعربد هون تحت. نزلت والله بالسيارة، شافني خبل انيني ولو ظهره. قالوا ما على اساس تبنى، ما على اساس رجعنا لله سبحانه وتعالى. قال لي رب العين بيقبل توبتي؟ قلت له بيقبل توبتها. اي والله ورجاني الانيني. قال لي كبه؟ قالوا كبه. قال لي دافي حقه. قالوا قديش حاطط حقه؟ هاد اليات حقه. اعطيته حقه، حط على تمه قرفك اليات اشربها. نعمه قال هي نعمه. يعني وجا يبوس بداني وريحه بقى تمه وريحته كلها عرق. اي نعم دورت بالسياره ورجعت على البيت، تحممت وي نعم ليفت داني وليفت حالي. ثاني يوم اجى على الجامع. طيب لو اني بهدلته لو اني سبيته رح يجي ثاني يوم على الجامع؟ ما بيجي. طيب لو لوت لي ريحتي بالخمر؟ خلص ليفتها راح الخمر منها. اما قلبه عند الله سبحانه وتعالى شغله كبيره. قرية من القرى كان في عندهم قاضي ما بيصلي ومعترف بالله بقلبه، ما بيسترجع يعترف بلسانه لأنه ربي على هالمبدأ هذا، أنه يقول لهم أنه معترف بالله بدي لقوة غريبة. رحت لعنده والله على البيت، دقيت عليه الباب يوم الجمعة، فتح الباب لما شافني ارتعب. قال له جاي اشرب عندك قهوة. تفضل. فتت والله. قال له سيادة القاضي بدي اروح أنا وياك نصلي الجمعة. قال لي متت من رعبتي لما شفتك، ما خرج لا صلي ولا خرج شيء، خليها للجمعه الجايه. قالوا بركي متت من هون للجمعه الجايه، قوم روح معي. قال لي لا الجمعه الجايه بروح معه. زوجته وبناته بيصلوا، صاروا يبكوا لما لقوه انه رح يروح معي الجمعه اللي بعد منها.
نهار الجمعة الجاية بجي لعندك نفطر سوا متى من راحين. ايه ايه جيت والله فطرت عندهم ورحت انا وياه على الجامع. قال لي ما بعرف صلي. قلت له مثل ما بساوي انا بساوي انت. اركع بس صار فرجي. القرى غير المدينة. هلا بالمدينة اذا اجى انسان بحياته ما صلى ما بيلفت نظر حدا، شو بدنا نساوي له؟ كان ما يصلي وصلى الله يهدينا. اما بالقرية بيعرفوا بعضهم. ايه امتى كان يصلي هاد؟ ايه اي نعم شو هاد؟ صار صلاوي هلا؟ روح انقلع. اي نعم قضيت عمرك كلياته. اي نعم برات الجوامع وبرات هيلا صرت صاحب دين. الناس ما بتحمل بالقرى. اي نعم كانوا بجامع النابلسي يجوا شباب كانوا مغنين يعدوا بالجامع نجي نسلم عليهم واحد واحد ونبوسهم ونهنيهم بالتوبه. اي نعم. اما القرى لاحظتهم انه مثلا اذا انسان تاب لا ده تاب هذا روح نرجع ولا روح. اي نعم هذا اذا ما قالوا له اي نعم روح نظف كلسونك روح. اي نعم يعني بيزيدوا الطين بلي عليه. والله صليت صلى معي. اي نعم بس صار فرجه بالبلد وخاصه وجه قاضي مو اي كلام. فاي نعم الناس كلها اجت سلمت عليه لما لقوني محترمه انا وموقفه جنب مني كل الناس اجوا سلموا عليه صار يصلي. اي نعم بعدين لما توفي رحمه الله تعالى خبروني اهل بيته قلت له ان شاء الله انه بيجي بصلي عليه ما صار لي مجال. كان على اساس اجي صلي عليه مع معزي اهل بيته فيه. نحن خدم نحن بهالطريق هذا. اي نعم بدنا نكون يعني طيبين مع الناس كلها. هلا اهل بيتي سبحان الله بتلاقي ايش يعني بيحبوا قعدتي بيحبوا حديثي. اي نعم بتكارم عليهم مع انه ثلاث شغلات ما حدا بيشوفهم ابدا. ثلاث شغلات ما حدا بيشوفون: عيون العقارب وجرين الحيايا ومصاري المشايخ. هدول ما حدا بيشوفون. هنا ومع ذلك تلاقي ايه سبحان الله يعني بكرم اهل بيتي خذوا وجيبوا وكذا. اي نعم يعني قدر المستطاع. اي والكلمه الطيبه تلاقي طالعه كلمه يعني هي طالعه وهي طالعه كلمه طيبه. اي نعم يوم تجي العيال مثلا بتحط لي فرضا كاسه مي بتعمل لي كاسه عصير كذا يسلموا دياتك خلينا ياكي الله يجبري. إن قبل قاعدة بالدرس عم تسمع. المرأة ما في منها. نعم. فلذلك يعني الإنسان إذا مشي بالطريق خليه يضبط سيره. إذا بتقرأ عن شيخ قاسي بتطلع قاسي. بتقرأ عن شيخ نكتي بتطلع نكتي. كان في شيخ بدار الحديث الشريف يقعد هنا جنب البحرة يحط الكزلوك هيك والمصحف في إيده ويطلع على المصلين. من فوق الكزلوك فات رجل بيشتغل بالفعالي بتعرفوا شغيل الفعالي يعني تبع الرمل والبحص. فات لجواب بده يتوضى رفع القلابية وشمره ودكه هيك من هون بين نص فخده. فالشيخ اللي قاعد قال له فاسق منافق عليك من الله ما تستحق. هذا التمت ايه قال له لي شيخي؟ قال له نعم. قال له ليش شيخ؟ قال أما علمت أن الركبة عورة؟ قال له بس لأنه بينت ركبتي شيخ؟ قال نعم. رفع الجلابية على رأسه نزل البنطرون والكلسون صار يدور حوالي البحرة. قال له منيح هيك شيخ؟ منيح هيك؟ يعني هلأ شو اشتغلت أنت؟ شو اشتغلت؟ يعني نصحت الرجل أنت؟ خليت الرجل إنه عم الركبة اللي مبينها أنه يسترى لما كشف كل شيء عنده من كراكيبه ومن أغراضه. فأنت يوم بدك إيه عم تنصح إنسان يعني بإمكانك توصل له النصيحة بكلمة حلوة. يمكن من أول الفيديوهات اللي سويتها كان الفيديو تبع الشكليطاية لما أجت امرأة لعندي بلا غطاء. إيه نعم وبدها تصلي أعطيتها غطاء الصلاة ودخلتها على الموضأ وتوضيت وصليت. إيه نعم سبحان الله تلاقي إيه وبعد ما خلصت صلاة حبيت يعني إني أنصحها نالك يا عمو الله يرضى عليك. يعني الحجاب فرض يعني أنت ما مبين عليك سيئة يعني والله مبين عليك مرباية بس الحجاب مو بكيفنا مو أنه اقتنعت أو ما اقتنعت. الحجاب فرض بس هلأ شوف يا بابا إذا حدا هلأ بضيفك ماكيت شكليطة وكل الشكليطات مغطيين في شكليطة بلا غطاء تأخذيها؟ قالت لي لا. كنت لا أنت شكليطة تعالي ما بتزبط. صار غزل. إيه سكتت. إيه أعطيتها لفتي. أنا لفتي هلأ شوية غيرت اللفة. إيه نعم أنا لفتي عبارة عن حطة بيضة حقها كان 125 ورقة بطوية وبساوية بهالشكل هذا نفس العمامة تبعي بهالشكل هذا هي أقرب إلى السنة.
اي نعم. قالت لي اعطيني غطى الصلاله حتى اروح فيه على بلادي، هي من اربيل من العراق. قلت لها لا، هي اغطيه الصلاه وقف، بس رح اعطيكي عمامتي. فكيت العمامه عن راسي، سويت لها اشار واعطيتها اياها لبستها. قالت لي اغلى ما املك في العالم كله هالعمامه تبعك اللي انت سترت لي شعراتي فيها. وراحت على بلادها وما حد تعرف شو صار فيها. بس انا صرت شك يعني انه هلا ببلادها اذا في مريض، واحد معه شقيقه، واحد كذا، بيجيبوا اللفه تبعي بينقعوها بالمي بيسقوه عنها. هي لفه شيخ كان بروس جبال فوق فوق، ما انا نعم يعني قعدت بروس جبال سبحان الله، يعني قضيت فيها لسه لهلا انا مستلم جامع مقام الاربعين. لهلا المقام على اسمي نعم، بانه انا موجود في المقام. والقعدة بالمقام سبحان الله بتشرح الصدر، يعني كونه نعم الأطراف مساكن الأشراف، فالإنسان ما بيقعد فوق نعم. كل شيوخ الشام كانت تعمل خلوات فوق، يطلعوا يعملوا خلوة، والقعدة فوق سبحان الله بالصف النفس. مصحفي قدام مني، كتبي عندي، مسبحتي نعم على الطاولة، وقاعد نعم ساوي شاي ساوي قهوة، بقرأ قرآن، بقوم بصلي نعم قاعد. اجت لعندي امرأة، الدنيا شتاء فوق مقطع، بالشتاء مقطع، طلعت عليها من الشباك ولا طالعه وحده لحالها. يا الهي شو مطالعها لحالها؟ وصلت قالت لي شيخ بدي فوت على المغاره اقعد صلي. لك يا عمو قلت لها جيتك غلط، لك بالصيف جيتك غلط لحالك، شلون بالشتاء؟ لسه بالصيف الناس فاتحه شبابيكها بيشوفوا اللي طالع واللي نازل، اما بالشتاء الناس كلها مسكره شبابيكها ومتخبيه جوا، ما حدا شاف مين طلع مين نزل. قالت لي مشان الله بيصلي كم ركعة كذا، أنا فوتي صلي. فاتت والله، فت على غرفتي، عت بغرفتي هنا. بقى نحن يعني مو يعني نحن ملائكة، يعني نحن نعم ما بجي على بالنا شيء، هذا كذب بكذب يعني. سبحان الله قعدتها بالمغارة بالمحراب شوشتني، فتذكرت بأنه كان في أحد الأولياء طلعت امرأة هي ماشية بجبال، نزل ثلج وبرد، عم تخبت عند رجل بقلب المغارة. فهو قاعد قال له أبو مرة لك ما في غيرك أنت وياها؟ لك إيه نعم، يعني إذا بتكمشها من إيدها بتكمشها من كذا، لك ما في حدا شايفكم؟ ما شعل شمعة، قال له أحرق إصبعتي، إذا تحملت نار الشمعة معناتها يمكن أتحمل نار جهنم. حط إصبعته، فرقعت إصبعته، صار ينفض ويدور بقلب المغارة وهي عم تفرج عليه. قالت على مجنونة. بعد شوية هديت إصبعته، رد إجابه مرة، قال لك شوف أنت شو، حط إصبعته الثاني، احترق، شعل 10 أصابعه. كان وقفت المطر، حملت حالها وراحت، نزلت عند أهلها، قالوا أهلها وين كنتي؟ قالت والله فت على المغارة الفلانية لقيت زلمة جوا. لك شوف فاتت لعنده؟ قالت طيب مطر وبرد وين شو بيوم بيروح بحالي؟ طلعوا لعنده دغري، مرحبا، قال لهم أهلين. قالوا لك أنت قاعد تشعل إصابعك العشرة، ونحن بنعرفك انه انت مو غبي يعني مو اجدب، مشان شيء بتشعل اصابيعك؟ قال له مشان يعني شوف انه بتحمل نار جهنم. ما تحملت نار الدنيا، فشلون يتحمل نار جهنم؟ وهالبنت قاعده عندي ما صدقتها امتى راحت. فقلت لها انا للحرمه، قلت لها حجه يعني يا اختي بتروحي لما اقعد شعل شمعه انا الثاني واقعد اي نعم حروي باصابيعي؟ الله يرضى عليك يا اي نعم، احملي حالك واطلعي من الجامع. يعني الانسان يدعي انه هو يعني ملائكه، ما لنا ملائكه، يدعي انه هو نعم سبحان الله يعني فوق مستوى الشبهات، لا ما لنا هيك، ما نحن بشر من نفس صينة البشر. بس كل ما هنالك اي نعم يعني بنحاول انه يعني نرضي الله سبحانه وتعالى قدر الاستطاعة، بنحاول نتكمش اي نعم. سيدنا احد الاولياء كان نازل هو وتلميذه من المدينة لمكة، صاروا بنص الطريق، ما خلص الوقت، ما خلص شو 10 دقائق، 40 دقيقة خلاص امني صفاء القصة هي عنكم. نزل هو تلميذه من المدينة لمكة، فعلى الطريق قال لحاله بقي التمرات ما كفونا، قالوا للتلميذ رجع على المدينة جبنا شوية تمر وتعال. فراح جاب له تمر واجا، بغيابه نزلت امرأة من رؤوس الجبال وجت على الشيخ قالت اهنئني، فراح جاب له تمر قالت ما اريد هذا، أريد ما يكون بين الرجل وزوجته. فأحد الشيخ صار يبكي بكي بكي بكي، تركته وراحت، قالت على مجنون هذا الحالي اللي جيت عنده. إجا التلميذ لقى شيخه عم يبكي، قال ما بالك يا سيدي؟ قال والله يا ولدي هيك صار معي، امرأة إجت وعرضت نفسها علي وعم أبكي. قال له ليش عم تبكي؟
قال لعلي لا أصبر، بركي الشيطان غلبني. قعد التلميذ يبكي، قال له شيخ وانت ليش عم تبكي؟ قال له لعلي أنا ما صبرت، لو كنت لو انت رحت جبت التمرات وأنا موجود بركي أنا اللي ما صبرت. نزلوا على مكة، طافوا حول الكعبة وصلوا ركعتين الطواف وسندوا ظهرهم ناموا. الشيخ شاف بنومه سيدنا يوسف عليه السلام، فقال له سيدنا يوسف للرجل، إيه نعم، قال له أنت يعني هي الإمرأة اللي كانت بالأبواء يعني شو كان قصتك معها؟ قال له إيش منه أنت؟ قال له أنا يوسف. قال له يوسف النبي؟ قال له نعم. قال له إن قصتك مع زليخة عجيبة، شلون غلقت الأبواب وشلون حسن تطلع وشلون حسن تطلع. قال بل أنت قصتك مع صاحبة الأبواء أعجب، نحن أنبياء معصومين بس أنتم مو معصومين، أنتم معرضين، إيه نعم، أنه تنزلقوا، معرضين للخطأ، معرضين لكل شيء. ليش ما في من الصحابة واحد زنا؟ ماعز رضي الله تعالى عنه وقاموا عليه الحد مع أنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام. ما في من الصحابة من غل أخذ مصاري، أخذ عباءة من الجهاد. ما في من الصحابة، إيه نعم، من صحابية سرقت وجابوها لعن النبي عليه الصلاة والسلام بده يقطع إيده، إيه؟ وقال له والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. معناته نحن معرضين. كان يلا مثلا احنا كمشايخ ما منصافح النساء، فشو بيقولوا لنا؟ إيه نعم، يعني شيخ مثل أختك، هي فعلا مثل أختي، إلى رأس مثل أختي، إلى أيديه مثل أختي، إلى أجرين مثل أختي، مثل أختي بس مو أختي. إيه نعم، يعني شو الحكي الفاضي، مثل أختك. إيه ما منصافح النساء. بيجي واحد يشبه لك ضرب على القلب، بدهم يضربوا على قلبه، ليش لحتى مد ايدي صافحها وصافحني؟ هنا فكتير في ناس بتلاقي، خصة هلا اولادنا اللي موجودين بالمانيا وموجودين باوروبا، بقول لك اذا ما صافحتها معناتها عم يحتقرونا كذا. لا، اذا تمسكت بدينك ما حدا بيحتقرك. وقف بنص التيار وقول انا مسلم، انا مسلم، انا ما بسرق، انا ما بزني، انا ما بغش. كان عندي طالب بيشتغل برومانيا، ف بنته لصاحب الشغل عم تطلع على هالشاب، لك ما بيسرق، ما بيغش، ما بيشرب خمر، ما بيزني، وبيصوم وبيصلي. قالت له انت قديس؟ قال لا انا مسلم. قالت له شو يعني مسلم؟ قال لها هذا تعليم ديننا هيك. قالت له رح انزل معك على سوريا، اذا بلاقي الناس هيك بسوريا نفس ما انت عليه بتأسلم وبيكتبوا كتابهم بيتزوجوا. نزلت وراحت على الجامع الاموي معه. انا بالجامع الاموي شوف هالنسوان اللي بلبسوهن هذا البرنوس والمكياج تبعها، اي نعم، تلاقي وجاي بقلب حمراء على تمها مثل القطه اللي اكله اسنانها لاكله اولادها، وتلاقي عيونها هيك خضر اكله بوكس بول لحالي يمكن، وتلاقي بفوت وقال جاي على الجامع، لا مش جاي السايب جامع الاموي، وتلاقي ملاقي الساندويش تحت السجاد كمان اللي اكل نص ساندويشه وشبه بيحطها تحت السجاده. فمتخانق نحن والناس، هي شافت انه الرحمه نازله فوق المصلين مثل رزاز المطر. قد ما خشعت عجبي، بعت لي خبر، كنت عم درس بجامع الحاجبية عند الشيخ حسان، فأجا نعم الشاب قال لي شيخ عاوزينك مشان تروح. قال والله عندي درس. قال لي زوجتي بدها تدخل في الإسلام، وإذا إنسان عرض عليك يدخل في الإسلام إذا كنت في الصلاة بتقطع صلاتك. فقطعت الدرس ورحت، والله في نظرة بعيونها، الصفاء اللي موجود فيها عند مشايخنا مو موجود هالصفاء. ليش؟ لأنه جايين على الإسلام هدول باندفاع، جايين اين عم من قلب رب. احنا ولدنا مسلمين، ولدنا على كذب وعلى ضلال وعلى نفاق، وما بنعرف شيء من الاسلام لا بنعرف شيء من الدين. فبتلاقي ايش متكمشين بالقشور وتاركين اللب. والناس الحمد لله اليوم، يعني انا ادركت الناس لما بيجوا على الجامع ما في غير اربع خمسة ختايره ولمبه، اين عم صفرة فوق الامام بتجيب مرض الريئان، اين عم، وما في حدا بنوب، والتواليتات اين عم من زمان سيدنا نوح، وما في شيء محدث بالجوامع. اليوم ما شاء الله، وكان الجوامع بتلاقي ايش هالنيونات، هالإضاءة، الموضعات، هالشباب اللي عم تجي على الجامع شيء بيشرح الصدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا عن نومة الغافلين، وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين، لا مغيرين ولا مبدلين، والحمد لله رب العالمين. دعينا سيدي، دعينا خليلياك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا رب يا الله اللهم أعزنا ولا تذلنا يا رب أعزنا بطاعتك يا الله اللهم لا تذلنا بمعصيتك آمين يا رب حدد إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا آمين وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان آمين واجعلنا من عبادك الراشدين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم اجعلنا نبينا يا رب اللهم اجعلنا نسألك ولا علمنا وأحسن إلينا ما هو له يا الله اجعلنا فضيلة الشيخ الصالح الله يكرمك يا سيدي يا الله اللهم أعطه الصحة والعافية يا رب اللهم بارك له في صحته آمين. وبارك له بعافيته يا الله وبارك له بأولاده برحمة. وبارك له بأهله يا الله. وبارك له في ذريته واجزي عنا خير الجزاء واجزي عنا والدينا خير الجزاء آمين. يا رب من كان منهم على خير الحياة يا رب كان بصحته وعافيته آمين. ومن كان قد انتقل إلى دار الفقار اللهم انزل على قبورهم في هذه الساعة المباركة روحا وريحانا يا الله ونورا وأنوارا يا الله اجعل قبورهم عليهم روضة من رياض الجنة آمين. اللهم اجعل أرواحهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر آمين. بدنا نصلي إمام، بدنا إمام يصلي فينا، يصلي فينا أعلمنا. مين الأعلم؟ قال كلياتنا متعلمين عن شيخه، إذن الأقرأ أقرأنا، قال كلياتنا قراءتنا صحيحة، إي نعم. أورعنا، فالأورع الورع معناتها كانوا يتركوا 19 الحلال مخافة أن يقعوا في شبهة. الورع، لأنه في ناس ورعين، في ناس سليمان مات أخضر يابس هات، فلذلك قال أورعنا، قال كلياتنا ورعين. أنظفنا ثوبا، اللي إيش بيعتني بتيابه، قال كلياتنا إيه نعم تيابنا نظيفة. فأكبرنا رأسا، اللي رأسه كبير دليل عن أنه في مخ في عقل، قال كلياتنا كل واحد عليه مخ هالقدو هين. شوف هالمسألة هون شو بتجي، هي بكتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح بالنسبة إيش لبحث الإمامة. قال فأجملهم زوجة، ليش؟ قال لأنه الزوجة الجميلة يعني بتعف نفس زوجة، ما بيطلع لبرا إلا إذا كان طفس بده قتلي. طيب شو بيعرفنا نحن بنسوان بعضنا؟ اللي مرته حلوة هو بيقدم لحاله، إيه نعم. واللي مرته عوكي بصلي آخر صف، إيه نعم، بيرجع لحاله لورا. إيه لذلك يعني هلا الجمال المطلوب هلا كثير طلاب مثلا او اطباء او كذا بيسالوني شيخ حواليك بنت حلال بس تكون حلوه يعني. إلحى بايده اخي بده يصبح فيها الصبح، يطلع فيها واقف على راسه من الرعبه، يجي على البيت المساء يقول ان شاء الله تكون نايمه. اي نعم. فيعني إلحى بايده بيقول لي شيخ يعني تكون حلوه ان شاء الله، والله إلحى بايدك. اي نعم. إيه نعم. وكان غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار. إذا قبل ما يعقد العقد إنسان إيه نعم ما بيعرف شو يختار. في ناس كثير بتكبر بيصير عمره 60-70 سنة لا بتفهم تحكي ولا بتفهم تختار ولا بتفهم أي شغلة في الدنيا. أنا بعرف عشيرة من العشائر كانوا ياخذوا كبير السن معهم، لأنه بمقياس العشائر بكبير السن، فبياخذوا أكبر واحد سنا معه لما عندهم عزاء أو عندهم فرح لعشائر تانية. بلبسوها العباية تلاقي المقصبة والعكازة الحلوة والقضاضة والعقال، اي نعم، بسبت بقى انه الزلمة كامل. بس شو بيقولوا له قبل ما يطلع من البيت؟ عمي مشان الله لا تفتح تمك، بس نفوت بس بتقول السلام عليكم وبتعود، ما بتشارك نهائيا، لا تفضحنا، لانه بده يقيم على الزاوية يحط على الراوية، اي نعم، بده يخبص الدنيا، ما بيعرف يحكي ولا بيعرف يتعتر. في ناس مثلا مثقفة، في ناس دارسة، في ناس معها شهادات، هي بتحكي
هي بتعرف تاخذ وتعطي. احيانا بتلاقي واحد امي ما بيقرا ولا بيكتب بس مدارس الدنيا علمته مدرسه الدنيا، فتلاقي زاعد بين الناس بيعرف يصف حكي، بيعرف يحكي، بيعرف ياخذ ويعطي. اي نعم نعم. فهذا كان غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار. اول ما يعقد لبنته او لحفيدته كان انسان كامل، مجانه وفسقا لزمه النكاح بلا خيار لهما بعد البلوغ. ابلغت البنت قالت اخترت نفسي، بس ولا كلمه، ما في اخترت نفسي، زوجك يعني زوجك، زوجك ابوك او جدك زوجك. هلا اي نعم، ثلاث هزدهن جد وجدهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. رحنا نزور زلمه جايته بنت، ما شاء الله لك شو هالبذره البلديه هي، قاعد واحد بيناتنا كثير غلبي، قال له جوزني اياها، قال له جوزتك صارت زوجته. ابوه قال له جوزتك صارت زوجته. ما بتفتك منه لحتى هو يطلقها. لك عمره يومين ثلاثه، عمره ساعتين، زواج الاب ملزم. هنا زيك ما فيها مزح، الزواج ما في مزح، والطلاق ما في مزح. بلا لزوجته اي نعم لا تصدقي عم امزح معك، انت طالق طلقت. والعتاق ما في مزح، قال عنده عبد، قال حابعته هلا اي نعم يشترينا من المول الفلاني، يجيب لنا من عنده اكل وشرب وكذا، اذا اجى قبل الساعه 9 هو حر لوجه الله. والعبد سمع ورقد وجاب، قال عم امزح معك ما في مزح، ما صار الساعه 9 صار حر لوجه الله. فلذلك ثلاث هزلهن جد وجدهن جد. واحد قاعد قال اتصلوا فيني قال بعيد الحب. في شيء اسمه عيد الحب؟ حب برص الهي. قال عيد الحب. قال قالت له زوجته هيك فاجئني بكلمه حلوه، قال لا انت طالق. احلى كلمه هنا. شوف على المفاجاه بقى. ان شاء الله نطص الكتاب. هنا. نعم. بعد البلوغ ولو كان النكاح بغبن فاحش زيادة في المهر الذي دفعه الصغير ونقصا في مهر الصغيرة. شو الغبن الفاحش؟ غبن الفاحش لما اشتري شغلي انا ويجي الزلمة يرفع سعره اضعاف مضاعفة. مثلا اي نعم بدي اشتري موبايل، الموبايل حقه مثلا 80,000، فاجا قال لي حقه 150,000، هذا غبن فاحش. طيب الغبن الفاحش قديش مقداره؟ لا يقع تحت تقويم المقومين. لذلك بتلاقي الزلمة بيطلع بيسأل برا، هذا قديش بيسأل هون محلين ثلاثة أربعة خمسة مشان يشتري. شوف هلا النسوان لما بيروحوا على سوق الحميدية بيوصلوا بعضهم، إذا كنتي غشيمة تدفعي نص القيمة. بيقول له هذا الجلباب حقه مثلا اي نعم 20,000، تقول له 10,000 حاجته وزياده، وهي ما بتعرف الاسعار بس نص القيمه، اذا كنتي غشيمه تدفعي نص القيمه. الغبن الفاحش. طيب الغبن الفاحش هلا اليوم النقد عم نكون 500 ب 500. قال زوج الولد جده او ابوه، قال له النقد بنتكم اي نعم مليونين متقدم مليونين متاخر، كسر ظهره للولد. غبن فاحش. صح الزواج. زوجت البنت بنتي او حفيدتي فقلت لهم انه مهرها اي نعم 50,000 متقدم 50,000 متاخر، قال قليل هيك، زواجها ملزم. يوم اجى صهري طلب بنتي، كان قبل الاحداث وكان الليره ليره، فقلنا لهم اي نعم، اجى هو وخاله قلنا له اي نعم يعني بدنا نعقد له. ألف ثلاث يعني 600,000، ما كان حدا يدفعهم. نارو طول بالك يا رجل، أنا خطيب جمعة، أنا بطلع على المنبر بقول للناس إنه ما بصير تغلوا في المهور، فما بصير الحكي هذا. فمرتي واقفة برا، شيخ قالت لي عاوزتك كلمتين بس، تعال عندي بس تعال أنت شوف شو رح حاكيك، مالي طالع قلت له ما بطلع. أنا فقالت لي اتركه، زلمة دافع مصاريك. شو دافع؟ لك أنا شيخ. قد ايه تعمل لي فيها شيخ وفريخ هلا؟ اي نعم 600,000 يعني، هلا 600,000 ما بيجيبوا شيء. بس اما اجى يوم من الايام قال لها زوجها، قال لها ابوك شيخ وبياخذ مني نقد 600,000 300 ب 300. فبنتي حكت لي، قلت لها بابا انزلي على المحكمه انت وياه تنازلي عن مهرك. اي نعم
نحن ما بدنا مهر. يوم البنت بتكره ما بيعود بدها لا متقدم ولا متأخر ولا شيء، بدها تطلع بأوعية بقى تخلص من هالزلمة بس. اي نعم. وإذا جماعة صهر طيب وحباب أنت بتكرمه وأنت بتعطيه، يوم بيحط فيه الزمان أنت بتشيله، ما صار ولد من أولادك هذا. اي نعم. فلذلك اي نعم الغبن الفاحش اي نعم ولو كان الزوج غير كفؤ، نعم ولو أو كان الزوج غير كفؤ لها. طيب هلا إذا الزوج غير كفؤ شلون زوجته؟ لأنه الكفاءة تتضرر بها الأولياء. هلا يوم إنسان تاجر بناء بيجي عامل تنظيفات، عامل تنظيفات خلقت الله، لا مو زبال، نحن الزبالة، الزبالة اللي بيكب زبالة. أما هو أي مع هداك اسمه عامل تنظيفات، هداك بينظف هداك بيشيل زبالة العالم. فإذا كان مثلا خطب بنت أبوها تاجر بناء، أبوها ذو هيئة في الدولة، قاعد مع رفقاته هيك بهالصالون، صالون مرتب حلو، وفات صهره كل كم ريحته شكل، اي نعم، ولابس البدلة الجزرية تبعه، اي طيب يعني هلا اي نعم، يعني ما في توافق، ما في، بده يسألوا الناس مين هالشاب الله؟ شو بده يقول لهم عنه؟ اي نعم، فما في توافق. مين بيتضرر بالكفاءة؟ الأولياء، الأهل. أما البنت ما بتفرق معها، بجوز البنت إيه نعم تلاقي شوفير أبوها حليوة، إيه نعم، وبصير هي بتغازله. وشلون مغازلة البنت مثلا؟ يعني بصير لما تطلع وهي بالسيارة تركز شعراتها، تبخ عطر كذا مشان تلفت نظره، إيه التفت نظره الزلمة كسر خاطره ما في يطلبها، إيه نعم، تاني يوم بيصفى بالشارع. فبتجي بتقول لأهلها بدي إياه، بدك بده سيف الحد، ما في تاخدي هيك زلمة، اي نعم، تاخدي واحد من مستوانا بحيث انه تعيشي معه، اي نعم الحياة نفس المستوى اللي انت عايشته. هلا الفقيرة لما بياخدها واحد غني ما في مشكلة، كانت تفطر الصبح فول، اي نعم، في بياع فول ذكرناه، اي نعم، اي نعم ببيع فول، كل يوم ببيع قدرتين فول كل يوم، بس بيقول شرطك ما حدا بيشتري مني كيلو بيرجع تاني مرة بيشتري. ليش؟ لأنه طريق دريبة كله، الناس رايحة جاي، بيشتروا كيلو فول نعم بيتبلوه بياكل أول لمة بكب الصحن، إي نعم ما بيتاكل، إي نعم. وفي بياع كوسة كمان مسلوقة كان إي نعم بيتم أحد الأسواق، فبيجوا الناس بيشتروا كوسة، شو عم بيع كوسة مسلوقة؟ بيقولوا هي منيحة مشان الرجيم، تلاقي حوالين العرباية تبعه كلياتها مكبوب كوسة بالأرض، كل واحد بياخذ كوسة بياكل عضة بكبها، إي نعم، وعم يبيع وماشي حاله. طيب هذا كفؤ لتاجر بناء، كفؤ لرجل ذو هيئة، بنتك ما بتحسن تعيش معه. أما البنت فقيرة وأخذها واحد غني، إيه نعم، وأخذها سيارين وركبها بالطيارة وطلعوا هو وياها، إيه نعم، عمره بالطيارة خمس نجوم، وإيه نعم مدللة وأكرمها، إيه نعم، ياخذها مثلا على هالاواعي، اي نعم، اللي باوروبا وبتركيا بكذا يكسيها من هالاواعي الحلوه، اي نعم، ما بتكتسى؟ بتكتسى، ما بتاكل؟ بتاكل. متعودين نحن مثلا نعمل الاوزي بايدنا، تشبه الاوزي يعني بس بالشكل، اما ما في طعمه اوزي، وين السمن العربي؟ وين اللحم الشقاف؟ وين؟ يعني خلص تشبه الاوزي، اكلنا اوزي. تلاقي بيساونا صينية نعم بيتزا بالسيخ على بعضها، طلع عليها لك ما بتشبه البيتزا لا من قريب ولا من بعيد. أنا بس بيعين البيتزا بيجيبوها بقلب الكرتونة، إيه نعم، بتلاقي طعمة طيبة وظريفة. والأوزي عندهم مدري قديش حق الصرة، قال إيه نعم، ها بدك تسأل مشايخ السلتي هذنك اللي بياكلوا أوزي، إيه نعم. فلذلك إيه نعم سبحان الله، يعني الفقيرة كشكشة بتعيش، لبسها هيك أواعي حلوة يا سلام، بتوقف على المراية بتلاقي بتكسم حالها هيك رايحة جاي كذا. اليوم واحد بيحكي لي إنه كان متزوج امرأة عايشين حياة فقر بغرفة واحدة هي وأهلها، إيه نعم، قام اشترى لها سيارة، صارت تسوق سيارة، إيه نعم، وساكنة في فيلا، ما عاد راسها حملها. عوض ما تشكر النعمة اللي عايشة فيها زوجة تكبرت عليه، إيه نعم، ما مشكلة هي. يعني المفروض هي تحمد الله سبحانه وتعالى على القفزة النوعية اللي قفزتها، عاشت إيه نعم دللي عاشت، إيه نعم.
زوجها بغير الكفأ. والمجنونة إذا زوجها ابنها الذي هو وليها بغبن فاحش في المهر أو بغير كفء لزيمها النكاح، ولا خيار لها بعد إفاقتها. لأن المجنونة مين وليها؟ حتى إذا مو مجنونة، امرأة عندها أب وعندها ولد، مين بيزوجها؟ ابنها. ابنها بيحط إيده بإيد العريس بيقول له زوجتك أمي على كتاب الله وسنة رسول الله. هاي أيام ما كانت الناس تعرف الله سبحانه وتعالى. اليوم إذا واحدة عندها أولاد ما بيردوا يجوزوها. إيه نعم. طيب يا أخي فيها روح لسه، يعني إيه نعم، خاصة إذا أولادها متزوجين عندها وسمعانتهم بقى صوتهم هنين راحين وجايين وضحكهم بغرفة النوم وكذا، بتلاقيها تربعت بيتخت وبلشت تسفو على وشها هي قاعدة تقتل حالها. إيه وأولادها ما بيرضى يزوجها ابنها. إذا تقدم لها خاطب، أمي أنا أعطيك أمي أعوذ بالله، لك ما شو أمك مو أنثى مو روح. إيه نعم، زوجها شو بيمنع؟ بس نحن سبحان الله يعني عاداتنا وتقاليدنا حاكمتنا أكثر من الدين. طلع على الصحابيات بتلاقي أخذ عدة رجال، إيه نعم، وعنده أولاد. سيدنا أنس مو هو إيه نعم زوجها لأمه؟ طلع إيه نعم على الصحابة زوجها لأمه، أمه روح بشر، إيه نعم، بعدين تدعي له إذا تزوجت ترضى عليه. إيه نعم، مو قلنا لكم قصة هذا اللي كان هو أمه متواعد مع رفيقه بالجامعة إنه يحجج وكل واحد أمه يلتقوا بالحج، وإذا واحد معه أمه والتاني جاي لحاله قال له وين أمك؟ قال له والله خيرتها بين الزواج وبين الحج فاختارت الزواج فزوجتها. بعدك حامل أمه على ظهره وقال له نزلني نزلني، أنت بتعرف بر الوالدين، أنت حسبي الله فيك. إيه نعم، إيه لو زوجها كان أحسن لها من روحة الحج. إيه نعم، نفسها بالزواج زوجها يا أخي. ما نحن قوة تعبانة. إيه نعم، الأب بيتزوج إذا أولاده فرضوا عليه ما بيزوجوه، لكن إذا كانت كلمته ماشية بالبيت. إيه نعم، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما مات الزوج له بالتربية قال له لأولاده زوجوني زوجوني، لا أحب أن ألقى الله عزبه، ما بده ليلة تم فيها عزابي. ركعة من متأهل خير من 70 ركعة من عزب، وفضل المتأهل على العزب كفضل المجاهد على القاعد. فالمتأهل إيه نعم شغلي عن الله سبحانه وتعالى. إيه والله شفت رجل أنا سبحان الله قال لي كان متزوج امرأة مثالية قائمة بكل واجباتها لطيفة، بحياتها ما تزمرت بحياتها ما شكت. اي نعم، بيجوا ضيوفه بتلاقي بتخدمهم، تطبخ لضيوفه، بتقدم الضيافات. اي نعم، وعايشة معه من احسن ما يكون، صاحبة الدين من حفظة كتاب الله ومستورة سترة كاملة. ماتت عم يبكي عليها، قال لي شيخ حواليك بنت حلال؟ قلت له بهالمواصفات ما بعرف حدا، بهالمواصفات ما بعرف حدا. بعرف نسوان مثلا اي نعم جلباب ومنديل واي نعم يعني، بس لهم نترات لهم شغلات لهم كذا. ايه هيك في ما هي هاي البيئة اللي احنا عايشين فيها. اما توصف لي امرأة بهالوصف، قال لي والله خايف اتزوج، قلت له الحق بيدك تخاف. مين الحكاية هيك؟ اي نعم، فالواحد الأول ما بيتزوج لا بتجي هيك بنت الحلال، والله لأخدمك بعيوني، والله لحتى شيلك عن الأرض شيل، والله لحتى أبرك، والله لحتى هنا. وتلاقي المسخم متلاقي إيه نعم سبحان الله. ما مضى عليه فترة واحد كان على شط البحر قام شاف قمقم. هذا القمقم أحيانا بيكون في قلبه جني، فتح القمقم طلع دخنه طلع جني كبير. إيه نعم، ارتعب الزلمة قال له صار لي بقلب القمقم 300,000 سنة ما حدا طالعني. أول 100,000 سنة قلت اللي بيطالعني لأغني لولد ولده ما حدا طالعني، ثاني 100,000 سنة قلت اللي بيطالعني أنا بطريقه هو بطريق ما حدا طالعني، ثالث 100,000 سنة قلت والله اللي بيطالعني لألعن اللي أنفضه، وإجا دورك مشان أنت طالعتني. وهيك تلاقي المسكينة اللي متأخر زواجها صار عمره 40-50 سنة، أول 20 سنة كانت عم تقول لما بدي يجيني ابن حلال شو بدي أخدمه شو بدي كشف شو، ما حدا أجا. ثاني مرة بعيش مثل ما عايش الناس، ثالث مرة ولا طالع عيونه بالطول وبالعرض هلا ما أجا ابن الكذا. إيه نعم، فسبحان الله بتلاقي إيش يعني. والزواج يعني المرأة والسيارة حظوظ، أحيانا بتلاقي بنشتري سيارة بنسكن عند الميكانيكي نحن عم نقعد نشتغل فيها، والنسوان أحيانا بتلاقي المرأة إيه نعم سقاقة نقاقة للتاتي، وأحيانا بتلاقيها من أحلى ما يكون.
الحظ ما بتعرفه. لما كنت أخذ أفواج حج من غير اليوم، فكان مثلا في ناس يقولوا، يقول أخي إيه نعم أنا بسكنك، إيه نعم بعيد 200 متر عن الحرام. إيش راح تسكنه على بلاط الحرام أنت؟ شو بعيد 200 متر عن الحرام؟ ساحة الحرام لحالها 600 متر 700 متر، شو تقول له 200 متر عن الحرام؟ وبيجي الواحد شو بيقول له؟ أخي إيه نعم أنا السكنة عندي درجة أولى بعيد عن الحرام كذا. طيب بيحكي مثل ما بده، مو المهم الحكي. بدك تروح مع زلمة على الحج، سأل اللي راحوا معه قبل هالمرة، قال له شو صار معك كل ما رحت معه على الحج؟ يا بيقعد بيشكي وبيبكي إيه نعم وبيدي عليه، يا ما بيقول لك والله كانت روحته حلوة بس ما اغتصوا حامي، أو بيقول لك إيه نعم إنه والله انسرينا معه كذا. فلذلك سبحان الله، يعني الإنسان بده الكذب، الناس تحمل كاي تحت باطة شنتات الكذب وبتدور. بيخطب من عندك بنت بيقول لك عندي بيت أنا بصحنايا، عندي بيت بالصيدنايا، عندي بيت مدري وين، عم عمرو هلأ جديد شغال فيه كذا. إيه نعم، فبيجي الواحد بيعطي وين البيت؟ والله مو قلو البيت، بيت بيت خاله، بيت عمه، قاعد يكذب ويسلينا. إيه نعم، فلذلك بتلاقي كتير من هالناس إيه نعم سبحان الله لما بتخطب بتكذب. لذلك وتعا سأل عنه شو بيقولوا لك بقى جيرانه وقرايبينه، والله لو عندي بنت بعطيه، ولو عنده ما بيعطيه، بس بيقول لك بركي ان شاء الله بينصلح حاله. والله هالبنت بدنا نخطب البنت، شلون شايف ليها؟ والله سبحان الذي خلقها، اي نعم احلاها، وهي بتكون مجننه اهلها، مجننه الحاره، مجننه كذا. بيقول لك بركي ان شاء الله بتنصلح. ايش هو هي صحيح البخاري تاخذها انت لحتى تزبط؟ يعني بتلاقي واحد مشكلجي بركي بيعقل، هي لحت عقله، منين لحت عقله؟ اي نعم بيتزوج بيعقل، يلي بنى على شيء بتماشي عليه. قد يصفى معنا وقت؟ قالونا انه اليوم اي نعم بدكم تتبرعوا لجمعية خيرية، هدول اصطلطوا عليكم لقوكم اي نعم انه يعني دفيعة، فقالوا لحالهم معناتها اي نعم هالمرضى اللي عنا معناتها التقالهم مين يعطيهم والتقالهم مين يكرمون، والمريض لما بتكرمه اي نعم بتعالجه وبيدعي لك. والله سبحانه وتعالى ليش ما بيستطيع رب العالمين انه يعافيه ويشفيه؟ بيستطيع، بس ما بده يشوفنا رب العالمين سبحانه وتعالى نحن شلوننا، ما بده يلاقيك اي نعم انت اكرمته انت اعطيته انت كذا، فاعطيه انت ولا يهمك. يوم تعطيه الله سبحانه وتعالى بيعطيك. لا انا مثلا مريض، المرض تبعي ما لي سائل عنه لانه ما لي خايف من المرض، المرض مو لحاله اجا، الله سبحانه وتعالى اذن انه انا امرض، معناته أنا لازم ما خاف من المرض، لازم خاف من الله. الله سبحانه وتعالى هو بإيده المرض وبإيده الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين. فهدول المرضى الله سبحانه وتعالى قادر أنه يشفيهم بلمح البصر، بس بده يشوفنا نحن شلون، نحن لح نكرمون لح نعطيهم. إذا في معه خرجية زيادة ما عليه شيء، عطيهم ما في مشكلة، والله سبحانه وتعالى ناظر وشايف ومطلع، ولما بتدفع شيء رب العالمين سبحانه وتعالى بيعوضه. أنا بعرف اثنين أولاد عم، واحد بيشتري من عنده بيبيعني بالرسمال، واحد ما بياخد مني مصاري بنوم. اللي ما بياخد مصاري من المشايخ ومن الدراويش ومن الفقراء الله سبحانه وتعالى موسع عليه وسع غريب، وهداك رزقته على قده. عبدي أنفق أنفق عليك ولا تقتر فأقتر عليك. خرجيتك قديش ها؟ خرجيتك إينا عم باليوم 10,000 ليرة أنت والدراويش والفقراء، بيعطيك 10,000. أما خرجيتك 1,000 ليرة معناتها بيعطيك 1,000 ليرة. عطي عطي ولا تبخل، الله سبحانه وتعالى بيحب الكريم. الله سبحانه وتعالى جعل للكريم إينا عم شجرة أصلا إيش بالجنة، فاللي بياخد بفروعة بيصل فيها على الجنة. ويوم القيامة الفقراء لهم دولة غريبة، يوم القيامة بيقولوا الله سبحانه وتعالى يلي كساك خذ بايده على الجنه، يلي اطعمك خذ بايده على الجنه. وقياسه عليها كمان اللي اشترى لك دواء وعالجك وكذا خذ بايده على الجنه. ونحن بساعتها احوج ما نكون انه حدا يقول لي تعال هات ايدك لاخذك على الجنه. قديش بلاقيها كبيره، قديش بلاقيها حلوه. انا يوم بلاقي ناس اي نعم سبحان الله، واحد مريض وراحين اهله يشتروا له راشيه الدواء، بنادي له تعال تعال تعال، وين رايح؟ والله لجيب له، تعال هي حق الراشيتها. اي نعم، مشان ما امرض، شان أولادي ما يمرضوا، لأنه هي الراشية الدواء هي ضريبة الحياة،
يوم انت بتدفع الضريبة ما في داعي بقى تنوجع وما في داعي تدخل مشافي. انا لما اشوف المشافي بتعقد هنا من كتر ما بياخذوا لي بايدي هذا فتح الوريد سبحان الله، احيانا ما بيزبط بيقوموا من هي بيحطوا هي وجع وقبل الجرعه الكيماوي كمان بياخذوا لي فحص نعم، والجرعه مؤلمه جدا وشوف شو بيصير بالانسان وكذا نعم. فسبحان الله يعني لعل وعسى ان شاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى يعافيني منها ويعافي كل موجوع ان شاء الله. يعني في اطفال صغار مبتلين بهالمرض، انا عديت المرحله وصرت بال64 يعني يلا حسن الختام ما عاد تفرق معي. هلا اجي سيدنا عزرائيل اللي امشي له امشي يلا نعم مشينا سوا انا وياك ما عندي مشكله. اما الصغير سبحان الله بتزعل عليه. هلا يوم نروح على عزا واحد من جيلي العزا بتلاقي ضحك بتلاقي الناس عم تنكت ما حدا زعلان، اما يوم بيموت شاب صغير بتلاقي الناس كلها قاعده وزعلانه. ازرون لا تبخلوا عليه هون لانه المعطي الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله رب العالمين بيعطيكم من عطاه والحمد لله رب العالمين. كانت قراءتهم تنزل الملائكة من السماء. نحن شو بننزل من السماء لما بنقرأ القرآن؟ بننزل ملائكة لما بينزل شياطين لما شو بننزل؟ لك ليش نحن لما بنقرأ المهم إنه ختمة قرأناها ومشي الحال؟ ليش لما بنقرأ ما بنتدبر بالقراءة؟ ليش لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بدك تبدأ في سورة أي سورة من القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم ماذا يعني بسم الله الرحمن الرحيم؟ الباء بارئ البرايا في بسم الله الرحمن الرحيم، والسين ستار الخطايا، والميم منان بالعطايا، الرحمة بسم الله، الله علم على الذات، اسم رب العالمين سبحانه وتعالى الله. قال أهل العلم إلا الإمام النووي خالفهم قالوا بأن الاسم الأعظم هو الله الذي إذا دعي به أجاب. طيب نحن عطول نقول يا الله ما بيعطينا، قال من تخلف الإجابة عدم إيش أكل الحلال، لأنه ما بنعتمد كثير على أكل الحلال. الإمام الشعراني قال كان نعم في الصحراء وكان في عز شبابه، شاف رجل كبير في السن اختيار قاعد في ظل شجرة، فأجا يصافحه للاختيار وقال بدي عصله على إيده يعني هيك بدي مازعه مشان الاختيار يصرخ من وجع إيده، فعصله على إيده الاختيار، قام الاختيار عصله على إيده للإمام الشعراني نزله على ركبه بالأرض. فقال الإمام شاب وقال يا هذا الرجل العجوز من أين لك هذه القوة يا سيدي؟ قال بضع لقيمات من حلال أكلتها في الزمن الغابر، صح لي كم لقمة حلال آكلون. طيب نحن ليش بقى سليمان مات أخضر يابسات؟ ليش؟ ليش بتلاقي إيه نعم شو ما صحلنا بناكل، شو ما أجانا ما بتفرق معنا، ما منطلي على الأمور، ما مندرسها، ما منقرأها. إيه نعم الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. لما بنوقف بين ايدين الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى انظروا لعبدي منين جاب امواله وين انفقها، فيقال يا رب جاء امواله من حلال انفقها في حرام خذوه الى النار ما يحاسب. الثاني جاب ماله من حلال من حرام انفقه في حلال خذوه الى النار. الثالث جاب ماله من حرام انفقه في حرام خذوه الى النار. الا رجل جاب ماله من حلال أنفقوا في حلال يقال هذا أوقفوه للحساب. كان يحمل هيك هذا كيس الفضيحة اللي بيمري بيأرجي شو في بقلب منه شاري كيليين موز وجاي على بيته وجيرانه مثلا عنده جيران أيتام أرامل ما بيطلع بيدهم يجيبوا موز فبيتفرجوا عليه وفايت على بيته، انت بالك يعني بينفذ من الله سبحانه وتعالى هذا الرجل؟ ليش لكان النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأنه إذا كان فتنة ومعنا فاكي أنه يا أما منضيف أولاد الجيران يا ما خبيها مشان ما اولادك يغيظوا اولاده فيها. شو اخذنا معنا للاخره نحن؟ شو هيئنا حالنا للاخره؟ انا مني واحد الناس يعني انا زوادتي مثل دفتر السمان كله شخويط، لالا ما كنت اعرف اضبط زوادتي. اجتمعت بحياتي برجل واحد عم احكي انا وياه قال لي شيخ انا جاهز للرحيل للاخره، لا في علي صلاه قضاء ولا صيام قضاء ولا حج ولا بر والدين ولا زكاه. كلهم أديه كاملا. بعد فترة سألت قالوا لي مشي راح على الآخرة. قلت الله يهني الرحيل للآخرة. أنت ببالك الصلاة إذا منصليها بالشكل هذا بترقينا عند الله سبحانه وتعالى؟ في حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال على جسر جهنم مزالق، في على الصراط المستقيم
في أسئلة ما بيخلونا نعدي بدون ما يسألونا عنها. والصراط المستقيم مدري كم ألف سنة، في صعود وفي نزول وفي هبوط وفي استقامة وفي، وبدنا نمشي عليه. وناس بتلاقي إيش مسرعة، إيه نعم كلمح البرق، وفي ناس بتلاقي إيش مثل حكاية أجود الخيل، وفي ناس كأنه إيش الرجل في عداء في إيش الذي يعدو، وفي ناس كالماشي، وفي ناس تلاقي بس نوره براس إصبعته شيء إنه عم يمشي. قديش ده يتم يمشي هذا ليوصل على الضفة الثانية على الجنة؟ فأول سؤال بيسألونا يا عن رب العالمين، تعرف الله؟ إذا بتعرف الله بتعدي. تعرف الله؟ الله سبحانه وتعالى يرى، كيف يرى؟ يسمع، كيف يسمع؟ بأي شيء يتعلق العلم الله سبحانه وتعالى عليم. فبأي شيء يتعلق العلم الله سبحانه وتعالى يعلم. هلا كل واحد إن شاء الله كلياتنا من أهل الجنة بإذن الله، بس بيعلم رب العالمين سبحانه وتعالى بعلمه مين من الناس على الجنة ومين من الناس على النار. مثلا الشاب الصغير اللي قاعد هون، الله سبحانه وتعالى بيعلم مين رح تكون زوجته وكم ولد رح يجي والأولاد شو صفتهم ومين فيهم طويل ومين فيهم قصير ومين فيهم أبيض ومين فيهم أسمر بعلمه. لكن مو شايفهم رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هلا الله سبحانه وتعالى يبصر المبصرات الأشياء الموجودة ويسمع المسموعات. هل إذا ما أعمل هيك ما في صوت، ما بيسمع شيء رب العالمين سبحانه، ما في صوت. لكن إذا ما أعمل هيك الله سبحانه وتعالى سمع الأشياء التي تسمع. فهل ترى إحنا بنعرف الله؟ لكن المسيحي بيعرف إلهه، والبوذي بيعرف إلهه، والمسلم بتلاقي إيه سبحان الله إذا سألته أين الله ما بيعرف، إذا سألته شو صفة رب العالمين ما بيعرف. الله سبحانه وتعالى طويل قصير يسمع يرى، إيه شو صفاته ما بيعرف. إذا ما بتعرف أنت الإله عم تعبده شو هو؟ فلذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. نقعد مع المشايخ وخلي يدرسونا إيش توحيد، أهم شيء العقيدة. فقال إيش كانوا قرأت عقيدة الحمد لله وعقيدتي سليمة نمرو. الكفن ما له جياب، وبعدين الكفن يستب سريعا وكلياتنا بالزلط، ما في حدا بيستره شيء، لا ذراع قماش ولا من يحزنون. ليش؟ إيه نعم ما بنستحي من بعضنا، الأمر أعظم من ذلك، الأمر إيه نعم بيخوف أكثر من هيك. هلأ اللي عليه محكمة مثلا، محكمة اقتصادية، محكمة جنائية، محكمة كذا، كل ما قرب ميعاد المحكمة بتلاقيه سبحان الله إيه نعم تلو مرته تعا تعشى، قيمي العشاء من وشي ما بدي أكل، تعا نام ما بدي نام، روحي من وشي ما بدي نام. بتلاقي قل أكله، قرب ميعاد المحكمة وإيه نعم ما عاد بده ينام، ما عاد بده يرتاح. ليش؟ لأنه قرب ميعاد المحكمة. فلذلك نحن المحكمة تبع الآخرة شو استعدينا لها؟ أنا كنت خطيب بإحدى القرى، فجيت يوم الجمعة بدي درس، حطوا لي الطاولة، الطاولة إلى أجرتين، هي بتنزل هي الطاولة مستويين إلى المستوى واحد مستويين، وهذيك الطاولة مستويين، حطوها وحطيت كتابي والجامع ملان بدي درس. وإذ بيخبرني واحد من الناس قال فيه عنده قرايبينه طلقت إيه نعم جفت، قام صابت جني قتلته، قام عنده محكمة مدري بقديش بالشهر بده ينزل تحت الأرض مشان يحاكموه. اشتغل الجنان بقى واشتغلت الهرطقة. اي نعم قال له والله عنده محكمة بده ينزل تحت، قال لي ايه بده ينزل معينين له محكمة كذا. انا عم احكي مليت له الطاولة كانت فوق نزلت لتحت، ايه فلتت هي الفرفيرة تبعها، قلنا لهم اجوا. اي نعم يعني العوام سبحان الله تفكيرهم محدود. يعني هلا بتلاقي ايش سبحان الله، يعني مره من المرات اي نعم يعني كان في امراه معها نزيف، والمراه اللي معها نزيف بتروح عند دكتوره نسائيه تفحصها بتوصف لها دواء، هذا دم عرق انفجر. فامراه معها نزيف قالت له لجوزها روح لعند الشيخ خليه يكتب لي حجاب. هيك كان تفكير الناس. هذا الزلمه استحى من الشيخ لانه شيخه، بدي له مرتي يعني شلون قال له عن مرتي انه معها نزيف والله ثقيله. فراح لعند اي نعم شيخ موجود بريف دمشق هيك على اطراف الريف، راح لعنده كتب له حجاب يمكن شيء ب 5000 ليره. هي القصه كانت من شيء 40 سنه، كان ال1000 1000 وال100 100،
5000 ليرة اللي دع منه، لكان رزقة الثعلب مكتاف الحمار. اي نعم، كتب له هالحجاب واخذ الزلمة الحجاب وراح فيه على البيت، قال له لمرته هي الحجاب، قالت له الشيخ كتبه، قال له لا والله، رحت عند شيخ بيكتب حجاب كتبه، قالت له ما بثق بالحجاب، خلي شيخنا يقرأه ويشوفه. اخذ الحجاب وراح لعند الشيخ، قال له سيدي هي حجاب شوفه. الشيخ فتح الحجاب لقى مكتوب فيه: اللهم اقطع الدم عن هذه المرأة كما قطعت الرحمة عن مخاتير القرى. اي نعم. طيب يعني بالله عليكم 5000 ليرة ومسبي، واي نعم يعني. فبتلاقي الناس سبحان الله هدول مرزوقين، هدول بتلاقي هدول تبع التكبيس وما التكبيس. كثير ناس بيقولوا لي شيخ بيت استخاره. لك شو بيت استخاره؟ يعني بيقول له يا رب فلان بده يتزوج، يتزوج ولا ما يتزوج؟ بيقول لي انت شو دخلك؟ هو يسال لك، هو يقول ان اللهم ان كان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وعجل امري فيسره لي، او كذا ايش كان العكس. والاستخاره مو منام، مو والله شفت خضار بسم الله ما شاء الله، وشفت نهر الله اينا، وشفت لا هون بلا جد بينا. لا تبنى احكام على احلام. الاستخاره اما تيسير والامور مشيت، او تعسير والامور وقفت. فاما اي نعم شفت اليوم الصبح واحد يتصل فيني، اي نعم مرحبا شيخ، قلت له اهلين، قال شفت منام، قلنا له سكر التليفون. اي نعم شيخ شفت النبي عليه الصلاه والسلام، قلنا له انت بتصلي؟ بتصلي لحد شفت سيدنا النبي؟ مره اي نعم كان اي نعم في سبحان الله، قالوا لي انه في واحد بنته حرداني، كنت في قريه من القرى، واحد بنته حرداني، قال شيخ يعني شو لك نروح لعنده؟ بركي هيك بنحكي معه كلمتين حلوين بيرجعها كذا. والله قوموا لنقوم، اخذنا مكرو اي نعم وركبنا في 14 راكب، واخذنا وجوه البلد عندهم، رحنا لعند الرجل، فتنا على بيته. اول ما فتنا رقد دغري، جاب قضاضه بيضه وحط عقال، اللي بيلبسوا عقال الناس بتبقى يعني فهمانه مرتبه لها قيمتها، فحط عقال على راسه وقعد والله على الكرسي. قعدنا جنبه انا وبلشت قال الله وقال رسول الله وكذا، شيء ثلاث ارباع الساعه طلع شعر على لساني، فكرته فهم. قلنا له سيدي شو رايك؟ ما بيمشي الحال. قال لي بتعرف؟ قال لي اجوا مشايخ خير الله قعدوا نفس قعدتك. قال لي بتعرف مين اجى مره لهوني ورديته؟ قلت له مين؟ قال لي الشيخ عبد العزيز ابا زيد. سيدنا الشيخ عبد العزيز ابا زيد؟ قلت له اجى لعندك ورديته؟ قال لي ايه. يخرب بيتك، قديه شفت عالم دون وواطيه ما مر علي مثل حكايتك. لك شيخ بهالمستوى هاد كان لما ينزل على الشام سيدنا الشيخ عبد العزيز يقدموه بالمعاهد الشرعيه يقولوا عنه بقيه السلف الصالح. لك تقوم المدارس كلها على حيلها لما يجي سيدنا الشيخ. ورديته؟ قال لي رديته. ايه؟ قلنا له ايه نعم انت ما بدك، بس قديه شفنا ناس واطيين ما مر علي مثل حكايتك. انا طالع. قال لي شيخ؟ قلت له نعم. قال لي انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام بالرؤيا. قلت له ابجهل شافه شخصي وراح على جهنم. شو يعني اذا شفته بالرؤيا؟ ايه هذول اللي كانوا في عصره شافوه شخصي ومن اهل النار. اي والله. طوت الايام ومرر انا على الاوقاف، فانا نازل على الدرج هو طالع. اي والله سلم علي، سلمت عليه لكن نسيته، انا ما بيتم بذاكرتي. اي والله. قال لي شيخ يعني بس ما لك حق قدام العالم هيك تقول لي الكلمه. ماني كلمه. قال لي الا انه انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام بالرؤيا، تقول لي ابو جهل شافه شخصي وراح جهنم. قلت له منو انت؟ قال لي انا فلان من القريه الفلانيه. قلت له والله لو عرفان انك انت ما سلمت عليك. بس كانت اي نعم يعني كانت رب رميه من غير رام. سالوا المسؤولين هنيك اي نعم عن هالبلاد، قالوا الشيخ فتحي صافي موجود بالقريه الفلانيه، شو عم يساوي الشيخ بالقريه؟ قال والله عم يصالح حرمه على زوجها صار لها شي 7 سنين ما عم يرجعها ابوها. ابوها ما عم يرجعها؟ قال لا. قال له خليه يتصل فيني. اتصلوا فيه بالتليفون، قالوا احكي مع كذا فلان من الناس. رفع التليفون حكى: نعم سيدي. قال له بنتك حردانه ولا؟ قال له نعم سيدي. قال له بترجع اليوم تنام عن زوجها؟ قال له حاضر سيدي. رجعها نامت عن زوجها. يلا انا كنت سبب يعني ما في مشكله. اما سبحان الله يعني تقول لي شفت النبي عليه الصلاه والسلام بالرؤيا، تقول لي ايه نعم هالكلام هذا بدي عملك. بس الصبح بيقول لي شفت النبي عليه الصلاه والسلام بالرؤيا، قال له بتصلي؟ يعني بصلي يعني بتصلي بتقطش يعني والله اي نصلي يعني شو الكلام الفاضي ها هنا. يعني ناس قضيت عمرها بالعباده والركوع والسجود ما وصلت لدرجه، لانه من راني فقد راني حقا، هيك بيقول النبي عليه الصلاه والسلام، فان الشيطان لا يتمثل بي
أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام مرة كنت نايم بالروضة الشريفة، غفلت عيني شفت نور طلع من الروضة الشريفة ودخل بصدري، فالزيت مثل الكهرباء عم تضرب فيني. طلعت لقيت الناس نايمة ولا حدا عم يتحرك. قلت سبحان الله، قد ما عزبوني الحجاج قلت له يا ريت لما هيك شفت هالرؤيا اني دعيت عليكم. اي نعم، كنت بركي الله سبحانه وتعالى قلت له بيخلصني منكم. اي نعم. فسبحان الله، يعني يا اخواننا نحن العمر قصير. هلا الفقيره لما بياخذها واحد غني ما في مشكله، كانت تفطر الصبح فول. اي نعم، في بياع فول ذكرناه. اي نعم، ببيع فول، كل يوم بيع قدرتين فول كل يوم، بس بيقول شرطك ما حدا بيشتري مني كيلو بيرجع تاني مره بيشتري. ليش؟ لانه طريق دريبه، كله الناس رايحه جاي بيشتروا كيلو فول. اي نعم، بيتبلوه بياكل اول لما بكب الصحن. اي نعم، ما بيتاكل. اي نعم، وفي بياع كوسه كمان مسلوقه كان. اي نعم، بيتم احد الاسواق، فبيجوا الناس بيشتروا كوسه. شو عم بيع كوسه مسلوقه؟ بيقولون هي منيحه مشان الرجيم. تلاقي حوالين العربيه تبعه كلياتها مكبوب كوسه بالارض، كل واحد بياخذ كوسه بياكل عضه بكبها. اي نعم، وعم يبيع وماشي حاله. طيب هذا كفو لتاجر بناء، كفو لرجل ذو هيئه، بنتك ما بتحسن تعيش معه. اما البنت فقيره واخذها واحد غني. اي نعم، واخذها سيارين وركبها بالطياره وطلعوا هو وياها. اي نعم، عمره بالطياره خمس نجوم. اي نعم، ودللها واكرمها. اي نعم، ياخذها مثلا على هالاواعي. اي نعم، اللي باوروبا وبتركيا بكذا يكسيها من هالاواعي الحلوه. اي نعم، ما بتكتسى؟ تكتسى. ما بتاكل؟ بتاكل. متعودين نحن مثلا نعمل الاوزي بايدنا، تشبه الاوزي يعني بس بالشكل، اما ما في طعمه اوزي. وين السمن العربي؟ وين اللحم الشقف؟ وين يعني؟ خلص تشبه الاوزي، اكلنا اوزي. تلاقي بيساونا صينية. اي نعم، بيتزا بالسيخ على بعضها، طلع عليها لك ما بتشبه البيتزا لا من قريب ولا من بعيد. انا بس بياعين البيتزا بيجيبوها بقلب الكرتونة. اي نعم، بتلاقي طعمة طيبة وظريفة. والاوزي عندهم مدري قديش حق الصرة. قال اي نعم. بدك تسأل مشايخ السلتة هذنك اللي بياكلوا اوزي. اي نعم، فلذلك اي نعم سبحان الله، يعني فقيرة كشكشة بتعيش، لبسها هيك اواعي حلوة، يا سلام. بتوقف على المراية بتلاقي تكسم حالها هيك رايحة جاي. اليوم واحد بيحكي لي انه كان متزوج امرأة عايشين حياة فقر بغرفة واحدة هي واهلها. اي نعم، قام اشترى لها سيارة، صارت تسوق سيارة. اي نعم، وساكنة في فيلا، ما عاد راسها حملها. عوض ما تشكر النعمة اللي عايشة فيها زوجة تكبرت عليه. اي نعم، ما مشكلة هي. يعني المفروض هي تحمد الله سبحانه وتعالى على القفزة النوعية اللي قفزتها، عاشت. اي نعم، دللي عاشت. اي نعم، زوجها بغير الكفر. والمجنونة اذا زوجها ابنها الذي هو وليها بغبن فاحش في المهر او بغير كفء لزيمها النكاح، ولا خيار لها بعد افاقتها. لانه المجنونة مين وليها؟ حتى اذا مو مجنونة، امرأة عندها اب وعندها ولد، مين بيزوجها؟ ابنها. ابنها بيحط ايده بايد العريس بيقول زوجتك امي على كتاب الله وسنة رسول الله. هاي ايام ما كانت الناس تعرف الله سبحانه وتعالى. اليوم اذا واحدة عندها اولاد ما بيردوا يجوزوها. اي نعم، طيب يا اخي فيها روح لسه يعني. اي نعم، خاصة اذا اولادها متزوجين عندها وسمعانتهم بقى صوتهم هنين رايحين وجايين وضحكهم بغرفة النوم وكذا، بتلاقيها تربعت بيت تخت وبلشت تسفو على وشها هي قاعدة تقتل حالها. ايه، واولادها ما بيرضى يزوجها ابنها. اذا تقدم لها خاطب، امي انا اعطيك امي، اعوذ بالله. لك ما شو امك مو انثى مو روح؟ اي نعم، زوجها شو بيمنع؟ بس نحن سبحان الله يعني عاداتنا وتقاليدنا حاكمتنا اكثر من الدين. طلع على الصحابيات بتلاقي اخذه عده رجال. اي نعم، وعنده اولاد. سيدنا انس مو هو اي نعم زوجها لامه؟ طلع اي نعم على الصحابه زوجها لامه، امه روح بشر. اي نعم، بعدين بتدعي له اذا تزوجت ترضى عليه. اي نعم، مو قلنا لكم قصه هذا اللي كان هو امه متواعد مع رفيقه بالجامعه انه يحجج وكل واحد امه يلتقوا بالحج.
وإذ واحد معه أمه والتاني جاي لحاله، قال له وين أمك؟ قال له والله خيرتها بين الزواج وبين الحج فاختارت الزواج فزوجتها. بعدك حامل أمه على ظهره وقال له نزلني نزلني، أنت بتعرف بر الوالدين أنت، حسبي الله فيك. هنا لو زواجها كان أحسن لها من روحة الحج. هنا نفسها بالزواج، زوجها يا أخي. ما نحن أوبي تعبانة. هنا الأب بيتزوج إذا أولاده فرضوا عليه ما بيزوجوه، لكن إذا كانت كلمته ماشية بالبيت. نعم، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما مات الزوج له بالتربية قال له لأولاده زوجوني زوجوني، لا أحب أن ألقى الله عزبا. ما بده ليلة تنفي عزابي. ركعة من متأهل خير من 70 ركعة من عزب، وفضل المتأهل على العزب كفضل المجاهد على القاعد. فالمتأهل نعم شغلي عن الله سبحانه وتعالى. والله شفت رجل أنا سبحان الله قال لي كان متزوج امرأة مثالية قائمة بكل واجباتها لطيفة، بحياتها ما تزمرت، بحياتها ما شكيت. اي نعم، بيجوا ضيوفه بتلاقي بتخدمون، تطبخ لضيوفه، بتقدم الضيافات. اي نعم، وعايشة معه من أحسن ما يكون، صاحبة الدين من حفظة كتاب الله ومستورة سترة كاملة. ماتت عم يبكي عليها، قال لي شيخ حواليك بنت حلال؟ قلت له بهالمواصفات ما بعرف حدا، بهالمواصفات ما بعرف حدا. بعرف نسوان مثلا اي نعم جلباب ومنديل واي نعم يعني، بس لهم نترات لهم شغلات لهم كذا ايه هيك. في ما هي هاي البيئة اللي احنا عايشين فيها. اما توصف لي امرأة بهالوصف، قال لي والله خايف اتزوج. قلت له الحق بيدك تخاف، ليه الحكاية هيك؟ اي نعم. فالواحد اول ما بيتزوج تلاقي بتجي هيك بنت الحلال، والله لاخدمك بعيوني، والله لحتى شيلك عن الارض شيل، والله لحتى ابرك، والله لحتى هنا. وتلاقي المسخم تلاقي اي نعم سبحان الله ما مضى عليه فتره. واحد كان على شط البحر قام شاف قمقم، هذا القمقم احيانا بيكون في بقلبه جني، فتح القمقم طلع دخنه طلع جني كبير. اي نعم ارتعب الزلمه، قال له صار لي بقلب القمقم 300,000 سنة ما حدا طالعني. أول 100,000 سنة قلت اللي بيطالعني لأغني لولد ولده ما حدا طالعني، ثاني 100,000 سنة قلت اللي بيطالعني أنا بطريقه هو بطريق ما حدا طالعني، ثالث 100,000 سنة قلت والله اللي بيطالعني لألعن اللي أنفضه، وإجا دورك مشان أنت طالعتني. وهيك تلاقي المسكينة اللي متأخر زواجها صار عمره 40-50 سنة، أول 20 سنة كانت عم تقول لما بدي يجيني ابن حلال شو بدي أخدمه شو بدي كشكشو، ما حدا أجا. ثاني مرة بعيش مثل ما عايش الناس، ثالث مرة والله لا طالع عيونه بالطول وبالعرض هلا ما أجا ابن الكذا. نعم، فسبحان الله بتلاقي إيش يعني. والزواج يعني المرأة والسيارة حظوظ، أحيانا بتلاقي بنشتري سيارة بنسكن عند الميكانيكي نحن عم نقعد نشتغل فيها، والنسوان أحيانا بتلاقي المرأة نعم سقاقة نقاقة للتاتي، وأحيانا بتلاقيها من أحلى ما يكون. الحظ ما بتعرفه. لما كنت أخذ أفواج حج من غير اليوم، فكان مثلا في ناس يقول أخي إيه نعم أنا بسكنك إيه نعم بعيد 200 متر عن الحرم. إيش راح تسكنه على بلاط الحرم أنت؟ شو بعيد 200 متر على الحرم؟ ساحة الحرم لحالها 600 متر 700 متر، شو تقول له 200 متر عن الحرم؟ وبيجي الواحد شو بيقول له أخي إيه نعم أنا السكنة عندي درجة أولى بعيد عن الحرم كذا. طيب بيحكي مثل ما بده، مو المهم الحكي، بدك تروح مع زلمة على الحج سأل اللي راحوا معه قبل هالمرة قال له شو صار معك كل ما رحت معه على الحج، يا بيقعد بيشكي وبيبكي نعم وبيدي عليه، يا ما بيقول لك والله كانت روحته حلوة بس مغطس وحامي، أو بيقول لك نعم أنه والله انسرينا معه كذا. فلذلك سبحان الله يعني الإنسان بده الكذب، الناس تحمل كاي تحت باطه شنتات الكذب وبتدور. بيخطب من عندك بنت بيقول لك عندي بيت أنا بصحنايا، عندي بيت بصيدنايا، عندي بيت مدري وين، عم عمرو هلأ جديد شغال فيه كذا. نعم، فبيجي الواحد بيعطي وين البيت، والله مو قلو البيت، بيت بيت خاله بيت عمه قاعد يكذب ويسلينا. نعم، فلذلك بتلاقي كتير من هالناس نعم سبحان الله لما بتخطب بتكذب. لذلك وتع سأل عنه شو بيقولوا لك بقى جيرانه وقرايبينه، والله لو عندي بنت بعطيه، ولو عنده ما بيعطيه.
بس بيقول لك بركي ان شاء الله بينصلح حاله. والله هالبنت بدنا نخطب البنت شلون شايف ليها؟ والله سبحان الذي خلقها. اي نعم احلاها. وهي بتكون مجننه اهلها، مجننه الحاره، مجننه كذا. بيقول لك بركي ان شاء الله بتنصلح. ايش هو هي صحيح البخاري تاخذها انت لحتى تزبط؟ يعني بتلاقي واحد مشكلجي بركي بيعقل. لك هي لحت عقله. ليه لحت عقله؟ اي نعم بيتزوج بيعقل. يلي بنى على شيء بتماش يعني. قد ايه صفى معنا وقت؟ قالونا انه اليوم هنا عم بدكم تتبرعوا لجمعية خيرية. هدول اصطلطوا عليكم لقوكم هنا عم انه يعني دفيعة، فقالوا لحاله معناتها هنا عم هل المرضى اللي عنا معناتها التقالهم مين يعطيهم والتقالهم مين يكرمون، والمريض لما بتكرمه هنا عم بتعالجه وبيدعي لك. والله سبحانه وتعالى ليش ما بيستطيع رب العالمين انه يعافيه ويشفيه؟ بيستطيع، بس ما بده يشوفنا رب العالمين سبحانه وتعالى نحن شلوننا. ما بده يلاقيك انا عم انت اكرمته انت اعطيته انت كذا، فاعطيه انت ولا يهمك. يوم تعطيه الله سبحانه وتعالى بيعطيك. لا انا مثلا مريض، المرض تبعي ما لي سائل عنه لانه ما لي خايف من المرض. المرض مو لحاله اجا، الله سبحانه وتعالى اذن انه انا امرض. معناته انا لازم ما اخاف من المرض، لازم اخاف من الله. الله سبحانه وتعالى هو بايده المرض وبايده الشفاء، واذا مرضت فهو يشفين. فهدول المرضى الله سبحانه وتعالى قادر انه يشفيهم بلمح البصر، بس بده يشوفنا نحن شلون. نحن رح نكرمون، رح نعطيهم. اذا في معه خرجيه زياده ما عليه شيء، عطيهم ما في مشكله. والله سبحانه وتعالى ناظر وشايف ومطلع، ولما بتدفع شيء رب العالمين سبحانه وتعالى بيعوضه. انا بعرف اثنين اولاد عم، واحد بيشتري من عنده بيبيعني بالرسمال، واحد ما بياخذ مني مصاري بنوم. اللي ما بياخذ مصاري من المشايخ ومن الدراويش ومن الفقراء، الله سبحانه وتعالى موسع عليه وسع غريب. وهذاك رزقته على قده. عبدي انفق انفق عليك، ولا تقتر فاقتر عليك. خرجيتك قديش؟ خرجيتك انا عم باليوم 10,000 ليره انت والدراويش والفقراء، بيعطيك 10,000. اما خرجيتك 1,000 ليره معناتها بيعطيك 1,000 ليره. اعطي اعطي ولا تبخل. الله سبحانه وتعالى بيحب الكريم. الله سبحانه وتعالى جعل للكريم اي نعم شجره اصلا ايش بالجنه، فاللي بياخذ بفروعه بيصل فيها على الجنه. ويوم القيامه الفقراء لهم دوله غريبه. يوم القيامه بيقولوا الله سبحانه وتعالى يلي كساك خذ بايده على الجنه، يلي اطعمك خذ بايده على الجنه. فقياس عليها كمان اللي اشترى لك دواء وعالجك وكذا خذ بايده على الجنه. ونحن بساعتها احوج ما نكون انه حدا يقول لي تعا هات ايدك لاخذك على الجنه. قديش بلاقيها كبيره، قديش بلاقيها حلوه. انا يوم بلاقي ناس اي نعم سبحان الله، واحد مريض وراحين اهله يشتروا له راشيه الدواء، بنادي له تعا تعا تعا، وين رايح؟ والله لجيب له تعا هي حق الراشيتها. اي نعم، مشان ما امرض، مشان اولادي ما يمرضوا، لانه هي الراشيه الدواء هي ضريبه الحياه. يوم انت بتدفع الضريبه ما في داعي بقى تنوجع، وما في داعي تدخل مشافي. انا لما اشوف المشافي بتعقد. اي نعم، من كثر ما بياخذوا لي بايدي هذا فتح الوريد سبحان الله، احيانا ما بيزبط وبيقوموا من هي بيحطوا هي وجع، وقبل الجرعه الكيماوي كمان بياخذوا لي فحص. اي نعم، والجرعه مؤلمه جدا، وشوف شو بيصير بالانسان وكذا. اي نعم، فسبحان الله يعني لعل وعسى ان شاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى يعافيني منها ويعافي كل موجوع ان شاء الله. يعني في اطفال صغار مبتلين بهالمرض. أنا عديت المرحلة وصرت بال64، يعني يلا حسن الختام، ما عاد تفرق معي. هل أجي سيدنا عزرائيل اللي أمشي له أمشي يلا أي نعم، مشينا سوا أنا وياك، ما عندي مشكلة. أما الصغير سبحان الله بتزعل عليه. هلا يوم نروح على عزا واحد من جيلي، العزا بتلاقي ضحك، بتلاقي الناس عم تنكت، ما حدا زعلان. أما يوم بيموت شاب صغير بتلاقي الناس كلها قاعدة وزعلانة. آزرون، لا تبخلوا عليه هون، لأنه المعطي الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله رب العالمين بيعطيكم من عطاه، والحمد لله رب العالمين.